وهنعمل كمان العدس بالمكرونة. تعالوا نشوف مقاديرها. عندي هنا المكرونة هتكون خواتم كبيرة شوية مسلوقة، وعندي العدس هكون سلقاه عدس اسود، عندي الليمون، الكمون، الثوم، البصل، وملح وفلفل وبابريكا وجوزة الطيب، عندي الطماطم الشاري، وكمان عندنا مكعب المرق. تعالوا نشوف كده هعمل ايه. اول حاجة هجيب هنا شوية زيت، وهجيب الثوم، والبصل، والعدس بتاعي، طماطم، وايه بقلبهم كده مع بعض. يلا بجيب البهارات بتاعتنا، الليمون، العدس بيحب الليمون قوي، واحنا طبعا لازم نبسط شوربة العدس بتاعتنا. الليمون والكمون وايه زي كده الاساسيات بتاعته اهو. الله 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 على الروائح الجميلة. يلا تعالوا بقى عشان اعمل الايه المرقة بتاعتي. احط هنا كده مكعبين، او لو انا سلقة لحمة او فراخ اخد الشوربة بتاعتهم. هوب وننزل حكاية. يلا بينا، بس هقلب لسه تقلبتين عشان النكهات كلها تخش في بعض الاول. الله الله الله. يلا بس كده، وهنزل معاها بقى المكرونه. يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الجمال والحلاوة. طبعا الشوربة دي فظيعة، طعمها يجنن. ولو حد ما بياكلش اللحمة، احنا حاطين بقى العدس، يعني عندنا دي كده وصفة جميلة جدا للناس بقى حبايب العدس وكمان النباتيين. دي من الوصفات المفيدة المغذية اللي فيها كل حاجة، يعني وجبة كاملة متكاملة. هسيبها تغلي غلوة. بصوا بقى العيش بتاعنا، عيش شامي كده محمص حلو، يدي طعم لذيذ جدا للاكل. يلا بينا يلا بينا. يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الجمال.